عضو الهيئة المديرة للنادي الإفريقي رشيد الزمري. رشيد أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا أخويا عبدو، مساء النور. مساء النور، كيف الحضور القامات القانونية أخويتنا أخونا سي طارق كله خير الكل. أهلا وسهلا بك المستمعين، يعطيك الصحة. دونك جديد جديد بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي، المغازة البوتيك باش ترجع رسميا للنادي. إذا بشرة دونك كما أعلننا بكري عن طريق صفحة رسمية اليوم في تدخل أو تدخل رسمي فيما يخص مغازة النادي الإفريقي رسميا بالنسبة لجماهير الإفريقي. المغازة تعود رسميا على ملك وتصرف جمعية النادي الإفريقي. غدوة إن شاء الله تفتح الأبواب المغازة من جديد، لكن المرة هذه تحت تصرف كما قلنا النادي الإفريقي. فبحول الله باش تكون إن شاء الله طالع خير. نعرف النادي الإفريقي كان هو السباق في مشروع بعث مغازة رياضية رسمية للنادي في عهد السيد كمال يدير في موسم 2006-2007. من غير المعقول كان النادي الإفريقي ما يكونش هو ديما السباق في الحاجات في تطوير البراند هذايا ولا المغازة ولا الوسيلة المالية ولا مورد المال هذايا بالنسبة للنادي. نحب نشكر قبل كل شيء الماراثون ما كانش سهل هو للأمانة، لكن حاب نشكر الشركة اللي كانت هي تتصرف في المغازة اللي تفاعلها الإيجابي معنا ومع طلباتنا. أنيس الشاهد بعد نحييه بطبيعة الحال، خونا أنيس نحييه. نشكر زيادة بطبيعة الحال كيف أعضاء المديرة رئيس نادي الإفريقي سيد يوسف علمي، خاطر تم ماراثون كبير برشا باش حافظنا على حقوق النادي الإفريقي وضمننا كل ما هو من وسعه انه ينور ويشرف النادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي. نشكر زاده عندنا هيكل النادي الافريقي مع تم تسميته وكل مش ماخذ حقه برشا، هو القطب الاستراتيجي في النادي الافريقي. نعم. اللي يعمل برشا في الخفاء واللي قاعد لا جيستيون تاعه كانت ولا اهتمامه كان منكب على الملفات الغير رياضيه واللي ما فيهاش جانب قانوني، ما ملفات ماركتينغ وسبونسورينغ والكوميونيكاسيون. انا يقوم بعمل جبار وعمل ماراثوني عبد نشوفهمش في كلمه حق في عموما. دونك المعلومة الرسمية كونه غدوة كما كان هو مطلب جماهيري، يعني ما تعرف في انتخابات 22 فيفري معناتها من النقاط الأولى من رؤوس الأقلام هي مغازة النادي الإفريقي. الحمد لله رجعت غدوة تحل، باش تكون محلولة كالعادة كل يوم دونك من العشرة تاع الصباح دونك حتى لحد 8 تاع العشية، نهار الأحد من 10 ساعة إن شاء الله باش يكون موجود غدوة القميص الرسمي نتاع النادي الافريقي لاول مره اكسكلوزيفمون معناتها حصريا يونيكمون في المغازه الرسميه. اصبر معي لحظاتها وباش ننسق على مستوى الديجيتال هوني مع ناصر، وحتى تكون الصوره لافيش يعني نتاع بلال العيفه موجوده ايوا ناصر في لحظاتها وتكون تفضل حصريا عرض بيع القميص الرسمي للموسم الجديد او التصويره لحظات وتكون موجوده ايضا في المرافقه على مستوى سبور باي موزايكا. تفضل شيت دونك القميص الرسمي الاول والثاني باش يكونوا موجودين دونك حصريا غدوه باعداد كافيه بحول الله توفي بالغرض وتوفي بطلبات جماهير احباء ومحبات النادي الافريقي. الحاجه المعلومه سؤال يا رشيد، بنقول له مش مختص في التسويق، قال لك رضا بوراب قداش المريول؟ المريول هو ساعه قبل كل شيء ما يغلاش على النادي الافريقي وذي درس ديما يبدو لنا جمهور النادي الافريقي. المريول دونك صاروا كالعاده كما العوام الكل، لكن الحاجه الزايده السنه اللي كونوا اصحاب جوازات النادي الافريقي اصحاب باسبور النادي الافريقي عندهم سعر مخصص لهم هما دونك ان بخي بريفيرونسيال، سعر تفاضلي لهم هما. بالنسبه لاي واحد يقدم جواز النادي الافريقي وعنده سعر تفاضلي على القميص الرسمي للنادي الافريقي. والحاجه الاخرى اللي كون بقيه المنتوجات عليهم ريميز اكسبسيونيل بمناسبه عوده المغازه، فنستدعي كافه الاحباء كما عودونا قبل كونوا يتوافدوا ويلبسوا ازياء جمعيتهم الرسميه لمداخلها رسميا للجمعيه واللي هي باش تكون بحول الله القاطره اللي باش تهز النادي الافريقي القدام. وبحول الله كيف نحن زاد مشات نحن نوعدوهم باش نكونوا باش نطوروا في المنتوجات باش نطوروا في باش نوعوا في المنتوجات باش تكون ان شاء الله طلبات الكل متوفره في وقت ان شاء الله في 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 المدى القصير باش نحطوا اون بلاس دونك لو سيستيم نيسيسير باش تعمل ليفريزون في كامل تراب الجمهوريه. هذا الكل احنا موجودين هنا باش نطوروا بنادينا وبالخدمات لجماهيرنا. يعطيك الصحة رشيد الزور، إن شاء الله بالتوفيق لكم في كل مهامكم.